احنا هنا في المدينه القديمه وخصوصا في السوق هذا سوق درب قناوة، عندنا معاناه حقيقيه مع هذا الموضوع هذا. معاناه ماشي غير للتجار فقط او للزوار ديال المكان هذا، بل حتى بالنسبه للساكنه هنا. الساكنه هي كتعاني، لان الاغلبيه ديال الساكنه هنا عندهم وليدات صغار كيخرجوا مثلا بعض المرات كيلعبوا هنايا، ولا كيكون المهم الدراري الصغار باغيين يمشيو للمدارس ديالهم، ولا باغيين يمشيو شي يقضيو شي غرض ولا شي حاجه. وللاسف اصحاب المواطن هنايا الاغلبيه ديالهم حتى هما ولاد المدينه، ما تيراعيوش لا بالنسبه للزوار ديال هذا السوق، ولا بالنسبه للساكنه اللي كاينه هنايا. حنا ناشدنا السلطات مرارا وتكرارا على اساس انهم ياخذوا بعين الاعتبار هذا الموضوع هذا، ويدخلوا باش يحدوا من هذا المشكل هذا. وفعلا كانت تدخلات واحد المره او جوج المرات، ولكن ما كافياش الصراحه، هي هذه ما كافياش. هنا كيخص يدار شي حل اللي هو حقيقي بالنسبه لهذا الموضوع، اما يداروا لي ضدان كما واقع كما كاين في الشارع في الشوارع الكبار، ولا تكون واحد الحمله ديال المراقبه، تكون حمله صارمه مثلا واحد مستمره واحد المده ديال الزمن. اصحاب المطار اخويا كيدوزوا بلا احترام الاول، والناس كاينين هنا السوق كاينين كيدوزوا عيال مع الرجال، ما كيبقاو غادي مكسيرين مع السوق الكبير، كيبقاو غادي انت غادي مكسيرين، ما تيتسوق الاول وكيبقى يدرب لي بحال في الشارع عنده داك الشيء عادي، فهمتي؟ حنطر الدراري الصغار كيتزقلوا، حنطر كاع توقعوا كسيد هنا كاع، حنا كندخلوا كنفاريو المول الموطور كنديروا مع مزيان كنولوا من الرجالي ديالو كيمشي بحال هاجو في سبيل الله. وكان هذا الشيء ماشي معقول، كيبقاو غادي للمطار بزاف يومين وبالاخص بالليل. لا والو، قلنا لهم ديروا دوطان هنا ما تفهموا ما والو، فهمتي؟ ما كاينش معمول تهضر تقول لي دير دوطان يحبسوا، راه خصهم يديروا دوطان شي جوج ولا ثلاثه في الطريق، انا ما بقاش بنادم يدوز الموطور. هي نورمالمون خصهم يحبسوهم ماشي القوس، نورمالمون خصهم يكون بنادم من القوس ماشي يحبسوهم يفرانيو عليهم. ها هو واحد اخر، ها هو بحال دابا عادي ما خصوش يدوز الموطور من هنا. الموطور ما خصوش يدوز انتير ديالنا حيت هذا السوق. السوق كاين دراري صغار هنايا، انت راه كاين الدروب انا خارجين دابا، ماشي السوق راه السوق وسط وفي سوق وفي اوميم طور كيدوزو الدراري صغار. دابا تدخل دابا دخلك انا كاين الدراري كلشي وليدات انا راه ديوره هنا كاين ديوره السوق دابا كل حال وش فوق منه، وكيصدعوا بزاف الناس السكان تيتشكاو على الشيء هذا. المشكل اللي كنعانيو منه اخويا هو كثرة الاحترام ما كاينش، وحتى لدرجة ديال هاد الايام هادي واحد السيد كليان من الزبون اللي كيجيو لهنا، والله الا ضربوا موتور والوقت اللي قال ليه واش انت هذا صدق مول الموتور باغي يضرب هذاك السيد مضروب، وباغي ينزل باغي ينزل مازال يضربوا. يعني خلاني انا بعدا انا والله العظيم الا خلاني فواحد الحاله حتى لدرجه ديال كنت غادي نزق واصل معاه شي حوايج اللي خايبين، بقى فيا الحال. الحل هو الحل زعما احسن حل زعما اللي كيبان لي انا هما يكثروا شويه ديال لي دودون، احسن حل كاع. إن السلطات واخا دير السلطات هنا، لا إلا داروا لي دودان لا إلا داروا لي دودان يتردعوا شويه، لي دودان مزيانين، ما يقدرش يدوز واحد الصوره.